في النقطة الأولى عنا جدول الأعمال يتضمن النظر في النقاط التالية: المصادقة على أحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، وجميع الإخوان على علم هذا، ولهذا نبدأ في التصويت على أحداث هذه اللجنة، لجنة التحقيق. صادق المجلس على أحداث لجنة التحقيق ب 132 صوت مع احتفاظ واحد واعتراض واحد.